السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد الحلوه اللي هي معروفه بالمغرب، حلوه الغراف، ومقادير جد سهله. كما كتشوفوا معايا عندي هنا المقادير، عندي قصيبة ديال الملحة، عندي واحد البيضة، معلقة ديال الزبدة كبيرة، معلقة ديال سكر حبيبات، وعندي شاصي ديال الفاني، وعندي الشاصي ديال الخميرة ديال الحلويات، وعندي 500 غرام ديال الطحين الأبيض، وعندي الماء على حسب الخليط. نمشي كي ديتوارن تاني تغاري المقادير. غاري دانيت تغنبوب تنتغنجاش تنتمجاح، تغاري دايج نتمجاج، غاري تغنجاش تندهن، تغنجاش تنسكوى، يجن فانيا، يجن خميرة نحلاويت، نحلاويت يعني باستيليس. غاري دا 500 غرام نوان بريميرا امان على حسب الخليط. غنحتاجو للعسل، العسل اي نوعيه عندكم في الدار، وكذلك غنحتاجو للوز افيلي او مهرمش. ثاني حوايج تمنت الجوز هامش نير افيلي، المهمين غنغدي هاد الدار ازيس نزوق. غنبقى نحط المكونات ديالي شويه بشويه. غنبقى ندخل المكونات بالدقيق شويه بشويه. غنزيدو عليهم الماء على حسب الخليط ديال العجين. ثاني تنكبها من شويه شويه، ازيس نجمع الصينغ على حساب العجين ما مشيت غيات. غنعجن العجين ديالي مزيان حتى يطلق، اضق غاشتي مليح، ارضي يضرق. غنعجن العجين ديالي مزيان، ومن بعد غنخليه يرتاح بين ساعة ونص وساعتين
من بعد غنشكلو كويرات صغار. هنايا شكلت كريات صغار ودهنتهم بشويه ديال الزيت النباتيه وغنخليهم يرتاحوا كذلك نص ساعه. فهمشي كي تولي نتاني تاني تحرامين داني تاني خنت تعبو زين دهنا خنت شويه نزجت او انا ساتج غادي هي حجمو زين تساعد باش هذا يعاوني وقرص. فاش خليتهم يرتاحوا نص ساعه هنايا كنسخن الزيت مزيان نخليها تسخن. فاش قرصتو رقيق غنقطعو بهاد الطريقة. هنايا الا بغيت نشكل الوردة ديال الحلوى غنهزو من الاطراف والجوانب. الزيت واجده وسخونه بزاف. هنا غنبقى نزينو بالعسل واللوز افيلي حتى نكملهم كاملين. من تنسنان نتجانت تدوم شوية زيت اخوانا خاصني نتمك شوية نتمنت خاصني نتمك اي حاجة غنضي هدا خاصني تزيس زوقت. هذه الحلوة ديال الغراف وكتعجب كاع المغاربة وخصوصا كتعجب الناس الكبار وصغار وكتجي لا في المنظر لا في المذاق زوينة.